إذن أول موضوع ضمن فقرة نيوز الجامعة يخص إحدى الطاقة المتجددة، حيث نظم قسم طاقة الرياح بمركز تنمية الطاقة المتجددة مؤتمرا دوليا حول طاقة الرياح وتطبيقها في الجزائر. الحدث العلمي حضره خبراء دوليون، أين سلطوا الضوء على أحدث التقنيات في مجال هذه الطاقة المتجددة. هنا هارون حضرت فعالية المؤتمر وأعدت التقرير التالي. تقييم طاقة الرياح وأداء مزارعها، دمج طاقة الرياح في الشبكة الكهربائية والشبكات الذكية، توقعات موارد الرياح، تقنية تخزين الطاقة الديناميكية الهوائية، محاور كبرى اعتمدها المؤتمر الدولي المعنون بطاقة الرياح وتطبيقاتها في الجزائر. من أولويات تاع الحكومة الجزائرية لبرمجتها يعني في بالنسبة للقطاع تاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كان الأمن الطاقوي، وهذه الملتقى هذا يدخل في إطار هذا البرنامج. لا ديريكسيون جينيرال اكومبان لي زونتربريز كومون ميتر ان بلاس سي ستركتور ار اي دي او نيفو دي زونتربريز. ان جينيرال او كندا اون سانتيريس جو ديري او انستالاسيون نورديك او سيتينغ نورديك. Alors qu'ici, c'est sûr que c'est une température plus clémente, plus élevée. Donc, on a quand même beaucoup de points en commun au niveau de la recherche. المؤتمر جمع الباحثين والمهندسين الصناعيين لتدوين أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال طاقة الرياح والتفكير في التحديات والفرص للتنفيذ الفعال لهذا البرنامج. The role of power electronics in wind energy and sustainable energy developments. وهي كيف يعني بالعربي كيف نستطيع نستعمل هذه الطاقات الإلكترونيات الطاقة في استخراج أكبر حجم ممكن من الطاقة من طاقة الرياح والطاقات المتجددة. وكذلك سأعرض آخر الأبحاث في هذا المجال، يعني حتى يستنى والله الجزائريين الموجودين هنا يتمكنوا من الاستفادة من هذه الأبحاث ويطوروا في ما أحسن منها. إمكانيات هائلة من طاقة الرياح توفرها الجزائر، والبرنامج الطموح لتطوير الطاقة المتجددة يهدف إلى تثبيت 5 جيجاوات من مزارع الرياح بحلول 2030.